أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أرحب بكم، أنا فيصل أحمد شلهوب في برنامج ساعة الاقتصاد. اليوم نتكلم أيضا عن مواصل الحديث عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية من طبعا اللي تنعقد في الرياض، وتترقب كبير يسود نفوس رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات التنفيذيين، وهو الترقب الذي ينبثق عن تفاؤل عالي جدا. طبعا هذه التغطية سوف تكون مخصصة للجوانب الاقتصادية اللي بكل تأكيد سوف تكون مؤثرة على الجانب حتى السياسي بشكل كبير. والرياض الآن تصنع الحدث في العالم بشكل واضح، لا يوجد أدنى، نتكلم عن أسعار نفط، لا نتكلم عن أمور أخرى، نتكلم عن الرياض تصنع الحدث بكل أفعاله. نأخذ هذا التقرير بعد ذلك نعود للحديث عن هذا الموضوع. تقترب القمة العربية الإسلامية الأمريكية من الانعقاد في الرياض، وصد ترقب كبير يسود نفوس رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات التنفيذية، وهو الترقب الذي ينبثق عن تفاؤل عالي يرجح إمكانية خروج القمة بحزمة من القرارات الاقتصادية المحفزة للدول المشاركة. وفي الوقت الذي بات فيه النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الماضيين يعيش أسوأ مراحله منذ العام 2008، يتطلع الكثيرون إلى أن تكون قمة الرياض هي المنصة الأبرز لإطلاق العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الاستثنائية. ومما لا شك فيه تساهم الشراكات التجارية المتينة والمنافع المشتركة في فتح باب الفرص الاقتصادية على مصراعيه بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الإسلامية. ومن المنتظر أن تلعب القمة العربية الإسلامية الأمريكية دورا هاما على صعيد تنمية اقتصاديات الدول العربية والإسلامية، وسط مشاركة عدد من الدول التي تمتلك عضوية مجموعة العشرين، وهي المجموعة التي تضم عمالقة اقتصاد العالم. شكرا للزملاء على هذا التقرير. الحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيوف الاستديو، الدكتور عبد الله القويز المختص وايضا المحلل الاقتصادي. دكتور عبد الله مساك الله بالخير. اهلا، مساء الخير اخ فيصل. مساك الله بالخير. وايضا ارحب بالاستاذ احمد مصطفى عبر الاقمار الصناعيه من القاهره. ارحب فيك استاذ احمد ومساك الله بالخير. مساك بالخير. الدكتور عبد الله، نتكلم يعني يبدو عندك ملاحظة على التقرير انه عن أسوأ، انه مش أسوأ مرحلة هذه. اهلا اخ فيصل. اولا خليني اعلق على الكلام اللي ذكرته انه في تفاؤل من رجال الاعمال في ليس فقط في المملكة وانما في الدول العربية والإسلامية. انا اعتقد ان التفاؤل في محله، والسبب طبيعة الزيارة. أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي في مقتبل ولايته هي للمملكة العربية السعودية، ولقاء قادة دول مجلس التعاون وقادة الخليج وقادة الدول العربية وعدد محترم من قادة الدول الإسلامية. فالتفاؤل في محله، أكبر دولة من حيث الاقتصاد، من حيث الحجم، من حيث قوة العملة، فالتفاؤل في محله. موضوع ملاحظتي على التقرير بقير غير صحيح، لأنه الآن الاقتصاد العالمي في أحسن. طب المقصود غير صحيح أنه النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الماضيين يعيش أسوأ. قال التقرير أنه في أسوأ حالاته منذ 2008، مو صحيح. الاقتصاد العالمي الآن في أحسن حالاته منذ عام 2008. منذ عام 2008 استمر لما ضربت الأزمة المالية عانى الاقتصاد، لكنه الآن الاقتصاد العالمي في أحسن حالة. طيب صحيح. دكتور عبد الله، ما رأيك بهذه الزيارة؟ رأيك
تأثير هذه الزيارة، رئيس أمريكي تقريبا لأول مرة، 20 رئيس أمريكي كانت زياراتهم الأولى متفاوتة، الأغلب كانت لكندا، هذه المرة لأول مرة رئيس أمريكي يذهب إلى الرياض كأول دولة بعد توليه المنصب لرئاسة أكبر دولة في العالم، تأثيرها وأيضا مسبباتها. أولا يعني أهمية الزيارة تأتي من أهمية الزائر ومن أهمية البلد اللي يزوره، فالزائر كما ذكرت هو قائد أكبر دولة في العالم من ناحية حجم الاقتصاد، وأقوى دولة في العالم من الناحية العسكرية، وأكثر دولة مؤثرة سياسيا في الشؤون العالمية، هذا ما يبلغ على، خصوصا وأنه صاحب حملة الانتخابات الأمريكية بعض الكلام واللغط عن موضوع المملكة وعن الدول الإسلامية والقرارات التي تبعت بعد ذلك. فأعتقد أنه الرئيس الأمريكي زيارته هي مفيدة للطرفين، مفيدة له كشخص من ناحية تعزيز موقفه داخل الولايات المتحدة، وأيضا من ناحية تعزيز العلاقات الاقتصادية واستفادة الولايات المتحدة من اقتصادات المملكة القوية، ومفيدة للمملكة من ناحية تطوير هذه العلاقات اللي هي جيدة منذ بدأت العلاقات قبل 70 عاما، فهي مفيدة للطرفين، وإذا استفادت المملكة بطبيعة الحال سيستفيد شركاء التجاريون والاستثماريون من دول مجلس التعاون والدول العربية والدول الإسلامية. جميل. أستاذ أحمد، نتكلم أيضا على مسألة أنه التجمع والقمة العربية الإسلامية سوف تكون في المملكة العربية السعودية بوجود الرئيس ترامب، أيضا هذه كيف انعكاسها على الدول العربية والإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لو جينا اتكلمنا على القمة، هي قمة جاية في وقت مثالي، أعتقد أن 20/5/2017 بعد تولي 4 شهور مباشرة للرئيس الأمريكي، أول زيارة لدولة عربية سابقة لم تحدث من قبل، بعد طبعا فترة من الفتور السياسي والفتور الاقتصادي والفتور العام ما بين المملكة وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد دي زيارة جيدة جدا وفرصة لا مثيل لها بالمواجهة للخط الإيراني اللي كان منتهجه أمريكا في الفترة السابقة. أعتقد أن دي رسالة واضحة للعالم كله أن في تغيير، في تغيير فعلا في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ده طبعا بعد الزيارة، وبعدين في نقطة جوهرية، الرئيس ترامب، الرئيس ترامب هيقابل الملك في خلال الزيارة، هيحاول بقدر الإمكان يوضح الصورة المثلى لطريقة الأداء للفترة القادمة. لو جينا بصينا على الافتتاحات هنلاقي في بعض المراكز اللي هيزورها، هنلاقي مركز الفكر الإسلامي أعتقد، وتطوير الفكر الإسلامي وتطوير المنظومة ككل في طريقة الأداء اللي موجودة، ورؤية الغرب هتبقى فيها تغيير إلى حد كبير، ويتضح صورة الرئيس ترامب بعد طبعا المناوشات اللي حصلت في الفترة الأخيرة على عدائه للعرب وعدائه للمسلمين وعدائه كل الكلام ده هيبقى ملوش أي ذكرى بعد طبعا الزيارة دي. زيارة مرتقبة، زيارة جيدة جدا، زيارة للسعودية أعتقد أن لازم يكون لها استغلال. مجلس التعاون الخليجي، وجود ترامب في قمة مجلس التعاون الخليجي دي سابقة لم تحدث من قبل، وجود سوريا على الملامح الرئيسية للزيارة وتحديد الملامح الرئيسية لسوريا في الفترة القادمة، وجود القطب المثالي للوطن العربي ككل. المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة عربية على مستوى الشرق الأوسط ككل، أعتقد أن دي بداية موفقة. لو جينا اتكلمنا على الزيارة يوم 20، أعتقد أن دي هيبقى فيها بدايات لغير مجلس التعاون الخليجي، أعتقد هتبقى فيه بدايات قوية جدا في مستوى الأداء. الافتتاحات اللي هيبدأ يفتتحها
أعتقد هتبقى فيها مثلى بالنسبة للمملكة، وهتبقى فيها بعض من الطريقة الطرق الإيجابية، سواء كان في الملفات الأساسية للمملكة، لأن احنا شايفين المملكة إلى حد كبير في الفترة الأخيرة كان في شبه تحور للمسار على الطريقة النفطية اللي بتتبعها. فأعتقد أن لو الرئيس ترامب بقى في شراكة مماثلة مع المملكة العربية السعودية، أعتقد هيبقى في شراكة مع رجال أعمال، وخصوصا أن المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة هي جذابة للاستثمار، جذابة كتير جدا للاستثمار في النواحي، سواء كان الاقتصادية سواء كان النفطية زي شركة أرامكو، الكتاب الضخم لشركة أرامكو، سواء كان في البورصة، حتى البورصة السعودية احنا شايفين البورصة السعودية في أقل نقط تاريخية ليها الفترة الأخيرة في خلال السنتين السابقين. أعتقد أن كل دي مجال استثمار مربح للمملكة العربية السعودية، لازم في الفترة القادمة يكون في استغلال أمثل للزيارة دي، ويكون تحضير لمجموعة من الشخصيات اللي هتحاول بقدر الإمكان تقنع مجموعة من رجال أعمال الولايات المتحدة الأمريكية للحضور للسعودية والدخول في استثمارات مباشرة وغير مباشرة في المملكة. جميل. دكتور عبد الله، كيف ممكن نستفيد من هذه القمة اقتصادية؟ والله شوف، أنا قبل أسبوعين كنت في الولايات المتحدة، وكان في اجتماع مطول مع أعضاء من غرفة التجارة الأمريكية، واللي لاحظته أنه في تفاؤل كبير بالتغيرات اللي حاصلة بالمملكة، وترقب يعني تحفز للاستفادة من فرص هذا التغير اللي صاير في المملكة وسياساتها الجديدة في عملية تنويع الاقتصاد، عملية التخصيص، عملية التركيز على مجالات يعني مهمة في الاقتصاد، تنويع مصادر الدخل، يعني تنويع مصادر الدخل وإعادة رسم دور الدولة. الدولة ستنتقل من هي الحاضنة والقائدة للاقتصاد إلى أنها تكون مراقب ويفرض القوانين وينفذ ما يصدر من قوانين، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تقوم بعملية الإنتاج وعملية التنمية الاقتصادية وعملية إيجاد الوظائف. الأمريكيون متشوقون للقدوم والمشاركة في هذه العملية، يعني تعرف الأمريكيين في هذا الجانب من أوائل اللي استثمروا في برامج المملكة لما فتحت الجبيل وينبع، كانوا من أوائل من استثمر. الدول الأخرى والدول المهمة الأخرى كانت محجمة وقد أدركت مدى خطأها في ذلك، والآن تحاول تعوض عنها. فنعتقد أنه واجبنا الآن أنه نستغل زخم هذه الزيارة ونشجع رجال أعمالنا أنهم يسوون مشاركات مع الجانب الأمريكي، خصوصا وأنه التكنولوجيا نابعة من هناك، وهناك أسس للعلاقات من زمان، فما نبني أشياء جديدة. فأعتقد أنه الزيارة مهمة، ومن يعني قراءتي لرجال الأعمال أنهم يعني هيستغلونها. صحيفة الاندبندت يعني أعلنت أنه الصفقات التي سوف توقع تقريبا بقيمة 350 مليار، هذه قد تكون طبعا 350 مليار دولار، هذه قد تكون أكبر الصفقات لما بين المملكة والولايات المتحدة في التاريخ. تكلم، يعني رأيك بهذا الخبر؟ أنا ما مستغرب، لأنه شراكتنا مع الولايات المتحدة هي الأكبر، وهو شريك طبعا، نزل نصيبها في التجارة الخارجية المملكة العربية السعودية، حيث كانت أكبر شريك تجاري لنا إلى السنتين الماضية، والسبب هو زيادة إنتاجهم من البترول الصخري. لكنه استثمارات المملكة ماشية في الولايات المتحدة، واستثمارات الولايات المتحدة موجودة في المملكة. المطلوب هو عمل بعض التحسينات لكي تزداد هذه الاستثمارات. مثلا
إذا قلنا تقول 300 بليون 350 مليار 350 دولار بليون، وأعلن عن من ضمنها هو العقد العسكري. الآن في توجه من قبل المملكة، أعلن في برنامج التحول الوطني هو زيادة القيمة المضافة في التصنيع الدفاعي، وطالما أنه حجم كبير من الشراء الدفاعي هو من الولايات المتحدة، فلابد من إحياء نظام التوازن الاقتصادي أو الأوفست بروجرام، بحيث أنه كل جزء من هذه المشتريات يفرض 20-30% يصنع في المملكة، وبهذا نضمن مستقبلا أنه نقل التكنولوجيا، ليس فقط نقل التكنولوجيا، إيجاد وظائف وتوطينها، نكون يعني مسيطرين على مقدراتنا يعني. فهذا واحد من الجوانب. الجانب الثاني هو إعلان برنامج المملكة عن الطاقة المتجددة، يعني إنتاج البترول، إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وإلى آخره. أعتقد أن الأمريكان لديهم ما يقدمونه في هذا المجال. موضوع الجوانب الصحية، تخصيص المستشفيات، نعم، وتخصيص الصيدليات وتخصيص المعامل، أيضا هذا من المجالات التي الأمريكان يستطيعون أنهم يساهمون فيها. التعدين، هذه المناطق، هذه المجالات اللي المملكة أعلنت أنها أولوية بالنسبة لها. فالمطلوب هو أنه أولا إزالة أي عقبات تحول دون الاستثمار الأمريكي، ومنها مثلا موضوع توزيع توقيع اتفاقية ل شو اسمه الازدواجية الضريبية. المملكة وقعت اتفاقيات مع أكثر من 60 دولة لمنع الازدواج الضريبي. الولايات المتحدة إلى الآن ورجال الأعمال حسب كلامي معهم يعني يطالبون بهذا الجانب، إنه وقع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي فيما بين الدولتين، لأنه ما يمكن إنه يدفع ضريبة هنا ويدفع ضريبة في الولايات المتحدة. إذا وقعنا هذه الاتفاقية يصير حافز آخر للمستثمر الأمريكي إنه يجي هنا. الموضوع الثاني اللي بيننا وبينهم يعني مفروض إنه يعالج، اللي هو يسمونه بالولايات المتحدة بوردر تاكس أو الضريبة على الحدود. وهذه الضريبة على الحدود أكثر منتج ستضره هو المنتج البترولي، لما نصدر بترول وبترول خام الولايات المتحدة من أكبر المستوردين البترول، فيها مشكلة قبل يعني؟ لا لا، هذا جديد، هو فيه مقترح إلى الآن ما بعد أقر إنه مقترح في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة إحنا نقول يجب إنه هذا الجانب ينظر فيه، بحيث أنه سيعيق العلاقات، تقدم العلاقات الاقتصادية فيما بين، خصوصا في مجال الاستثمار. الموضوع الثالث موضوع الجستة، اللي هي محاكمة الدول ذات السيادة ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. نعتقد أنه هذا لا يشجع يعني الوصول إلى شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة. نتوقع انه اذا صر على تطبيق الجستة كما هو، فاعتقد انه سيعيق موضوع العقود اللي انت تكلمت عليها، سيعيق موضوع الاستثمارات الحالية في الولايات المتحدة، سواء استثمارات خاصة او استثمارات عامة. والمملكة يعني استثمارات الولايات المتحدة في المملكة تزيد عن 20 بليون، وهم من اكبر الدول اللي استثمرت في المملكة. استثمارات المملكة في الولايات المتحدة طبعا هي غير مرئية، لأن معظمها جاية من خلال البنوك والصناديق وإلى آخره، لكنها تقدر في حدود 170 بليون دولار، هذه للقطاع الخاص غير مسألة العلاقات اللي مع الخزينة الأمريكية. والولايات المتحدة تعرف قيمة هذه الاستثمارات يعني طبعًا بشكل كبير طبعًا يعني طبعًا، وانعكس على تصريحات الرئيس الأمريكي قبل أن يتولى المنصب أنه كانت الناس ينظرون على أنها عدائية، وكانت موجهة للعرب والمسلمين والمملكة، ولكن بعد توليه الحكم تغير كل هذا.
يعني بناء على الاقتصاد يعني هو شو اسمه زيارته كونه يجي يأتي للمملكة كأول زيارة مؤشر إيجابي لأنه رغبته في تطوير العلاقات لمصلحة الطرفين، تطوير العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وأعتقد أنه المملكة بدون شك ترحب بها. جميل، خلنا طبعا أستاذ أحمد بنرجع لك بعد الفاصل اللي بنتكلم عن تأثير هذه القمة اقتصاديا، ما يعني كيف ممكن يستفيد العالم العربي والإسلامي من هذه القمة، ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأذكركم بضيفي لهذا اليوم الدكتور عبد الله القويز المحلل الاقتصادي، والأستاذ أحمد مصطفى المحلل الاقتصادي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، وأيضا بيكون معنا إن شاء الله سلمان الجشي عضو مجلس إدارة الأعمال السعودي الأمريكي، إذا كان معنا الحين بيكون معنا إن شاء الله. الأستاذ أحمد أعود إليك مرة أخرى وتكلم على تأثير هذه الزيارة على الدول العربية والإسلامية وكيفية الاستفادة اقتصاديا. المفترض طبعا القمة سوف تكون أغلبها سياسية، لكن كيف ممكن تستفيد الدول العربية ما بين الدول العربية والإسلامية، كيف ممكن ينعكس اقتصاديا عليهم؟ لو جينا اتكلمنا على نواحي القمة الاقتصادية هنلاقي في نواحي كتيرة، من ضمنها احنا عندنا في السعودية كتاب أرامكو، ده يبقى كتاب ضخم جدا، اعتقد ان السعودية بشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية هتحرك دول كتير جدا زي بريطانيا زي ألمانيا زي اكتر من دولة اوروبية هتبدأ انها تدخل المجال ده. اعتقد ان احنا بنتكلم في 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 في, في لقاء قوي جدا هيعزز الروابط، مش من النواحي الاقتصادية بس، هيعزز الروابط من النواحي حتى الإسلامية، هيعزز النواحي الفنية، الفن الإسلامي حتى يبدأ ان هو يفتتح معرض فني إسلامي. اعتقد ان مستوى الأداء حتى الرجال الأعمال اللي هيحضروا مع ترامب النهاردة، احنا بنتكلم في شركة زي شركة تويتر، رئيس مجلس إدارة شركة تويتر هيحضر اللقاء، أعتقد أن مستوى الأداء بعد زيارة المملكة العربية السعودية مباشرة الرئيس ترامب هيتوجه لإسرائيل، أكبر دورة اقتصادية في الشمال ككل. أعتقد كل دي مؤشرات بتدل على أن هيبقى فيه مجال اقتصادي ضخم ما بين مش المملكة بس، لا أعتقد هتبقى فيها نسبة شراكة ما بين الدول العربية وبعضها البعض، هيبقى فيه تعاون إقليمي 54 دولة إلى حد كبير، هيبقى إمكانية الشراكة ما بينهم ما بين القطاعات، سواء كان قطاع الاتصالات سواء كان قطاع التعدين سواء كان قطاع البترول البتروكيماويات، عندنا قطاعات كتير جدا في مناخ استثماري قوي جدا. احنا شايفين في مؤشرات إلى حد كبير بتدل على أن الداو جونز وصل لمنتهى، احنا بنتكلم في مستوى أسعار تاريخية. أعتقد أن احنا بنتكلم في السعودية الكويت الإمارات دبي قطر البحرين، كل الدول العربية إلى حد كبير عندها مناخ استثماري قوي جدا. جميل. عندها مناخ رأس مالي قوي جدا، محتاج التدعيم، محتاج احنا بنتكلم في المملكة العربية السعودية خامس دولة عالميا في الأمن. أعتقد أن دي هيبقى ليها منظومة إيجابية في المادة 3. أعتقد أن المستوى الأداء الأمني ما بين المملكة وما بين بعض الدول الجوارها يبقى برضو إلى حد كبير في استثمار، يعني الاستثمار في جميع المجالات مفتوح بناء على توجهات المملكة. أعتقد أن في
في الفترة الحالية حتى بما في الدول ككل إيران، أعتقد أن لازم السعودية تبقى فتحة أيديها لكل الدول العربية للاستثمار سواء كان في داخلها أو السعودية تستثمر في الدول العربية. جميل. أنا بس تعليق أستاذ أحمد على مسألة في المملكة أستاذ أحمد يتم استغلاله. إيه أستاذ أحمد بس على مسألة أنه زي بعد المملكة بإذن الإسرائيل يعني واضح أنه تركيزه في زيارة الأولى على الأديان في العالم بيكون المملكة وبعد ذلك إسرائيل كدين اليهودي وبعد ذلك إلى الفاتيكان، يعني واضح أنه تركيزه في زيارة الأولى على هذا الشيء. بس أنا أستميحك عذرا أنه معنا الأستاذ سلمان الجشي عضو مجلس إدارة الأعمال السعودي الأمريكي عبر الهاتف. أستاذ سلمان معي؟ نعم إن شاء الله خير. مساء النور أستاذ سلمان، اعتذر منك انه مفترض ان تكون معنا عبر الاستديو في الدمام لكن يبدو انه في خلل في المكتب هناك، فاعتذر منك على الهواء. وبدايه كيف ترى هذه الزياره؟ اعتقد ان هي فرصه مميزه، انا باخذ الجانب الاقتصادي اركز عليه لبناء علاقه اقتصاديه يكون فيها تبادل مشترك للاستفاده. يعني اليوم الاداره الامريكيه والرئيس ترامب شخصيا كان يركز خلال الحملة الانتخابية على كيفية نمو العلاقات التجارية وأنه لازم يكون في استفادة متبادلة. تكلم مثلا عن المكسيك عنده ما في استفادة متبادلة حيبني السور معهم، فبالتالي إحنا لازم يكون تركيزنا نفس الشيء، إيش ممكن نخلق فرص في مجالات مختلفة. ويمكن أهم فرصة اليوم إحنا في كلام عن عقد أو عقود عسكرية ب$100 بليون. بالأمس سمو ولي العهد أعلن عن إنشاء شركة سعودية للصناعات العسكرية. أنا أعتقد أن هالشركة حيكون فرصتها قوية للاستفادة من عقود $100 بليون المزمع عقدها لإنشاء هالصناعة في المملكة، وبالتالي ممكن تكون مثل ما تبنوا في التصريح أنه حتركز على 4 مجالات: أسلحة وذخائر وصواريخ، أنظمة برية وأنظمة جوية وإلكترونيات دفاعية، و حتكون تخلق 40,000 وظيفة وإجمالي استثمار أو حتضيف للناتج المحلي 14 مليار، حتصرف على 6 مليار على البحوث، وهذه تدعم الجامعات في موضوع البحوث. فأنا أعتقد لو ركزنا على الشيء هذا أنه كل عقد، وسمو الأمير محمد سبق وتحدث في لقاء مع داود شريان أنه ما في عقد عسكري حيتوقع ما يكون فيه استفادة أو إنشاء منشأة في السعودية. أنا أعتقد لو ركزنا على هذا $100 بليون وتكلمنا نفترض فقط 30%، يعني ممكن ننشئ صناعات اللي تنتج مبيعات بما يعادل $30 بليون محليا، وبالتالي حتنعكس على خلق وظائف في الجانب السعودي. جميل، هذا بالنسبة للعقد العسكري وانعكاساته على الجانب الاقتصادي. بالنسبة أيضا الولايات المتحدة تعتبر من روائد الدول اللي على ناحية استثمارات السيارات، كيف تشوف ممكن نستفيد اقتصاديا في نقل هذه هذا القطاع وهذه الصناعة إلى المملكة؟ طبعا صناعة السيارات من ضمن الأهداف الصناعية اللي تتبناها رؤية 2030، وتكلم عنها سمو الأمير محمد وأكد أن الدولة حتكون هي المشتري الأساسي. نعم، لكن اليوم في تغيرات كبيرة في موضوع السيارات، في التكنولوجيا نفسها هتختلف، هتبدأ تكون في السيارات الذاتية. اليوم نشوف شركة تسلا في أمريكا جالسة تنمو بشكل كبير، فاليوم ممكن يكون الاتفاق أنه أنا كيف ممكن أستفيد من التقنية أو من تطورات التقنية لدى شركات الفنتشر كابيتال الصغيرة اللي بادئة في أمريكا، أنه أنا أدخل في شراء التقنية اللي ممكن تساعد على إنتاج سيارة تتناسب والمستقبل. السيارات اللي نشوفها اليوم ما حتكون فالد في المستقبل، ما حتكون مناسبة. هذا واحد. اثنين، صناعة السيارات بالذات تتطلب مئات المصانع الصغيرة اللي تورد أو اللي تصنع قطع الغيار، وهذه إذا أنت وجدتها المصانع ممكن تكون، وبكرة نفرض اشتركت مع جي إم لديها مصانع في دول مختلفة، إذا كان عندك المصانع اللي تحت اللي تنتج قطع الغيار أنت ممكن تكون أبروفد سبلاير تصدر لدول مختلفة في العالم اللي فيها مصانع جي إم. فإذا قدرنا نجذب المصانع الأمريكية أنه
تؤمن بوجود مميزات تساعدهم على الاستثمار في السعودية، ممكن فعلا نخلق مئات المصانع المشتركة اللي تورد منتجات لكل مصنعي السيارات. جميل. الأستاذ سلمان الجشي عضو مجلس إدارة الأعمال السعودي الأمريكي، شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذه الحلقة. هو حقيقة ما معنا وقت كثير، يعني تقريبا 10 دقائق. الدكتور عبد الله، أعود إليك مرة أخرى، المجال الاستثماري في المملكة والمجال اللوجستي أيضا، كيف ممكن نخدم هذا الجانب؟ هل الاستثمار في المملكة أنت تشوفه كبيئة جاذب للاستثمارات الخارجية، المستثمرين الأجانب؟ لا نعم، الاستثمار في المملكة جاذب من حيث، أول شيء من حيث العائد، اثنين من حيث انفتاح سوق المملكة وعلاقاتها الاقتصادية اللي هي منظمة مع شركائها التجاريين بالذات في الدول العربية والإسلامية. طبعا لازم احنا في قضايا لازم ننتبه لها، مثل قضايا تحسين القضاء، تحسين التقاضي، ليس فقط تحسين التقاضي وإنما تنفيذ ما يتم الحكم به، وجود نظام للإفلاس. ما في نظام للإفلاس؟ هو في مشروع نظام إلى الآن لم يقر، في مشروع نظام للإفلاس، بس أنت تشوف أنه مهم جدا. مهم طبعا، طبعا مهم جدا، سواء كنا مقبلين على قفزة في الاستثمار ولا لا، بس مهم. بعدين موضوع، في موضوع الصناعات العسكرية اللي أشار إليها الأخ سلمان، لا يزال عندنا فقرة في النظام تقول إنه الشريك الأجنبي لا يستطيع أن يدخل في الصناعات الدفاعية والعسكرية، فلازم إن ندرس هذا النقطة. هل إذا أردنا أن ننقل التكنولوجيا العسكرية وأصر الجانب الآخر اللي بيعطينا الرخصة إنه لازم يكون شريك، لازم نشوف هل إحنا نستطيع أن نعيش مع الشرط ولا لا. يعني هو هذا عائق، أعتقد عائق أساسي. موضوع اللوجيستكس ما في شك أنه سواء الرؤية أو البرنامج التحول الوطني أو في حديث سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى مع الأخ الشريان، ركز على موضوع اللوجيستيك. واللوجيستيك أعتقد أنه التركيز عليه في محله، يعني موضوع أنه المملكة تكون ليس فقط أنها تصنع عشان سوقها، وإنما تصنع وتستقبل المنتجات الأجنبية عشان تعيد تصديرها بحكم موقعها الجغرافي، بحكم التسهيلات اللي موجودة لديها من مطارات وموانئ وطرق تربطها بجميع أنحاء العالم. أعتقد إنه التركيز في هذا الجانب، وإنه الأمريكان يقدرون يساعدون في هذه، يقدرون يكونون شركاء، يعني سواء شركات الشحن، سواء في مسألة تخصيص الموانئ أو مسألة تخصيص المطارات، يعني واللي للآن ما إحنا شفنا تأثير للأمريكان فيه للآن. يعني مثلا موضوع المطارات ما تقدم ولا شركة أمريكية حتى الآن. هل يحتاج الموضوع إلى شركات؟ طبعا يحتاج إلى شركات. أنت تعطي مطار يدار، يبنى ويدار ويصان لقطاع خاص. طيب القطاع الخاص اللي عندك ما يكفي؟ ما يكفي لا، لأنه لازم يكون عنده خبرة. القطاع الخاص اللي عندي ينمو ويتعلم، وبعدين ممكن بعد فترة أنه يشتري الحصة الأجنبي. لكن الآن أنت محتاج، ولذلك تحصل هذه المطارات اللي تكلموا عنها يعني كلها بمشاركات أجنبية، فمحتاج أنت للشراكة الأجنبية في المرحلة الأولى. وما في بأس، يعني المملكة منفتحة على الـ على الـ على الـ الأعمال، it's open for business. النقطة الأخيرة، لأن شايف إنه الوقت يروح، هو موضوع التجارة. كما ذكرت لك، تجارة المملكة منفتحة على كل دول العالم. الآن الصين سبقت الولايات المتحدة في عملية التصدير لنا، وعملية أنها تكون هي الشريك رقم واحد، وأنه الأمريكان إذا ما يداركون هذا الجانب فإنه يمكن يفقدون هذا الدور إلى الأبد، أنه ما يصبحون أكبر شريك تجاري. ولذلك عليهم أنهم أول شيء ممكن أن نوقع إحنا وياهم اتفاقية للتبادل التجاري الحر،
وقعوها مع عدد من دول مجلس التعاون، وقعوها مع عدد من جيرانهم اللي هي كندا والمكسيك وبعض دول أمريكا اللاتينية. والمملكة سوق مهمة، والبرنامج التحول الوطني سيجعلها سوق أهم. فأعتقد أنه من المناسب أنه إحنا ننظر جديا في مسألة أن نوقع التبادل التجاري. تشوف أنت المفترض أنه يكون أكبر من كذا؟ نعم نعم، المفترض أنه يكون أكبر. نعم، والسبب أنه اقتصادها أكبر، عندها أشياء تقدمها المملكة محتاجة فيها، محتاجة إليها من ناحية التكنولوجيا، من ناحية اللوجيستكس اللي أشرت. تعتقد أنه سياسة أمريكا في السنوات السابقة كانت سبب أنه المملكة تقلل من هذا الجانب وتعطي الجانب السياسي؟ لا، هو سياسة أمريكا ما تغيرت كثير في هذا الجانب، لكن المنافسة هي التي طغت عليها. المنافسة أن الأجانب خصوصا في الشرق الأقصى طلعوا أكفى من الولايات المتحدة في تصنيع المنتجات وفي إيصالها في الوقت المناسب، والعلاقات ما تغيرت من ناحية القانونية. لكن على الأمريكان أنهم يعني لا، لأن سياسة أمريكا في المنطقة بشكل عام كانت في السنوات السابقة يعني تغيرت بشكل. هذا صحيح، هذا صحيح. الأستاذ أحمد، أيضا إذا جينا نتكلم على القطاعات المستهدفة في هذا الجانب، قطاعات يعني تكلمنا على العسكرية، تكلمنا أيضا على التجارية، ماذا ممكن أنه يتم الاستفادة منه بهذا الشكل؟ الاستفادة بتتم من خلال رجال الأعمال السعوديين بحضورهم للقمم التاريخية دي، بيدي لمحة، لأن أنت الأمريكان ما يعرفوش حاجة عن السعودية غير أن هي دولة إلى حد كبير، يعني ما يعرفش أن السعودية فيها سياحة، هي سياحة دينية، في بعض منها عندها فنادق كبيرة جدا، عندها منطقة زي أبها، يعني ما فيش أمريكان يعرفوا أبها أو ما دخلوش منطقة أبها. في منطقة اللي بيروح السعودية بيروح الرياض، بيروح جدة، بيروح المدينة، إنما في أماكن جيدة الاستثمار في السعودية. السعودية مادة خام للاستثمار وكل الدول العربية، بس السعودية لأن احنا بنتكلم في أكبر مساحة كأرض، وعندها طبيعة شعب قوي جدا، مترابط جدا، ما عندوش نزعة مختلفة عن الشعوب الأخرى. السعودية مادة خام قوية جدا في مجال البترول، أكبر مصدر للبترول، أكبر مصدر لنواحي النفطية وحتى النفط الصخري اشتغلت فيه. أعتقد أن كل المساعي بتنم على أن الزيارة لازم يترتب لها صح. وأعتقد أن قبل الزيارة، أن احنا في شهر 4 كان في زيارة للأمير محمد بن سلمان للمملكة للولايات المتحدة الأمريكية، وده كان ليه دور كبير جدا لتوضيح فكرة المملكة وحضور ذهنها والصفاء النسبي للمملكة وحضوره هو شخصيا مع الرئيس ترامب بطريقة إيجابية. ده إدى ملامح قوية لأن الزيارة دي هتبقى إلى حد كبير قوية، وده فعلا يعني ليه فضل كبير في 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 في, في الزيارة دي. وأعتقد أن الأمير محمد هيبقى ليه وجهة نظر مختلفة، لأن هو إلى حد كبير عنده رؤية اقتصادية، عنده رؤية اقتصادية شاملة للمملكة، وحدود الولايات المتحدة الأمريكية في تطورها النسبي في الفترة القادمة أعتقد أن هي عندها مناخ استثماري في كل القطاعات. إنما أهم قطاعات أنا شايف أن هم هيتكلموا فيها القطاع منطقة السلاح بالأخص، لأن احنا عارفين أن الشركات الأمريكية اللي بتشتغل في الأمن والسلاح وتوريد السلاح كتير جدا، تتخطى نسبة 25% من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن دي هتبقى فيها منطقة جاذبة للاستثمار بالنسبة للسعودية، لأن السعودية بتحتل مركز كبير، المركز الخامس إلى حد كبير، رقم ضخم، سواء كان عن طريق البحري، سواء كان عن طريق البري، سواء كان عن طريق الجوي. أعتقد أن دي هتبقى فيها الشراكة الأكبر. إنما الناحية الدينية هي الناحية الأساسية اللي جايبها الرئيس
ترامب زي ما قلنا قبل كده ووضحنا ان 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 دي جميل. التكتل الاقوى لميزان القوة، لان احنا شايفين ان الفترة الاخيرة في اخر سنة كان في شغل لايران بطريقة مش طبيعية، تحدي واضح، ارتفاع وانخفاض النفط بطريقة مش طبيعية، وده اللي احنا تحدثنا عليه مسبقا على كتير من القنوات الفضائية، ان ايران هتستغل الفرصة زيارة ترامب وهتنزل النفط الى حد كبير. يعني اسعار النفط انا شايفها النهاردة نازلة الى حد كبير، في قلق، زيارة مش سهلة، اعتقد ان لو ترتب لها صح واستغليناها صح. طيب. ورجال الاعمال اللي حضرت في أحمد مصطفى الفترة الحالية يعني ما عدا بقي معي وقت صح الزياره دي. جميل. اعتقد انها هيبقى في عندنا صناعه أحمد مصطفى المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك جدا لوجودك معي في هذه الحلقه. ما عاد عندي وقت، قلت شيء مو بصحيح بس اي نعم شي. انا بقول على موضوع البترول. اي البترول انا اعتقد انه ليس من سهل التحكم فيه من دوله واحده. كيف؟ مو من سهل انه التحكم فيه مثل ايران زي ما ذكر. لا، البترول سيتحكم فيه الطلب. نعم، والطلب التوقعات انه الطلب من هنا الى في خلال 3 سنوات 4 سنوات سيكون زياده من 1,000,000 إلى 1,300,000 برميل. طيب. ومعظم هذه سياتي من دول الاوبك واهمها المملكه العربيه. طيب. السعوديه حتى في عام 2040 سيزيد 20 مليون برميل في السنه، ثلث هذه سياتي من المملكه العربيه السعوديه. دكتور عبد الله القويز المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، شرفتنا اليوم دكتور عبد الله. وايضا اشكر سلمان الجشي عضو مجلس اداره الاعمال السعودي ايضا الامريكي اللي كان معنا عبر الهاتف، وشكرا موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين على تخصصكم الثمين بمتابعتنا. تقبل تحياتي فيصل احمد شلوب وتحيات باقي فريق عمل ساعه في الاقتصاد، الى اللقاء.